كل فترة بيكون عند مارك حلقة مخصصة لأسئلتكم، فاليوم رح يكون الموضوع عدة أسئلة جماعة مارك من الاتصالات ومن التعليقات اللي بتحبوا تتركوها على الفيسبوك بيج لايف. مارك هلو. هاي. بشو رح نبلش اليوم؟ رح نبلش نحن الثلاثة اتصلت فينا مشاهدة ووعدناها انه تحضرنا اليوم تنجاوب على لحظة بردون، في اتصال اجى هلا عم بيسألوا عن اللحية تبع مارك. ايه عبير بلشنا خلص رح نشيلها ابارمون هاللحية عم بتزعل كثير عالم، فرح نشيلها من المرة الجاية من دول. المهم مرتك شو بتقول مثل ما هي بدها؟ هي بدها تشيلها. اوكي بنشيلها. رح نشيلها. فعمليا هي اول شيء رح نجاوب عنه هو الافوكا. لأنه الأفوكا هو في كتير قصص نعرفهم عنه لما نكون عم نزرع أفوكا أكيد يعني. واحدة الاتصال كان أي متى نقطف هذه الشجرة، وقلت لها أنا المدام إذا ما كان مع الصور وهذا ما رح يجاوبك لأنه شوية معقد الخبرية، فرح نجرب نضيع أول دقيقتين ثلاثة لنجاوب على الأفوكا وإن شاء الله تكون عم ترجع تحضرنا. أوكي. هلا أول شغلة، شو سر شجرة الأفوكا؟ أول شيء لازم نعرف أنه الأفوكا هي شجرة، دائما ما فيك تزرع أفوكا هي واحدة وتاكل أفوكا، بده يكون عندك أتليست اثنين أفوكا أو ثلاثة أو أربعة حتى، إذا بده يكونوا من أنواع مختلفة. أوكي. ليه؟ رح نفرجي هلا السلايد هيك صغيرة نحكي عنهم، لأنه في بالأفوكا عندك شجر الذكر بزهر فيهم يعني على زيت الشجرة الصبح والأنثى بعد الظهر فما بيلتقوا، فلازم يكون في على شجرة تانية بالقلب يعني الأنثى بالصبح والذكر بعد الظهر لا يلتقوا. فمشان هيك نحن لازم لما نروح نشتري من هالأنواع الأفوكا دائما يكون عنا من الاثنين. هلا أوقات ما بنكون عارفين وبيعطي أفوكا وكل شيء، ليه؟ لأنه بتكون أو الأفوكا مطعم عندها النوعين أو بيكون أنه جيراننا عندهم مثلا ريون 500 متر يعني يلتقى هالشجر الأخرى ساعتها أو الهواء أو النحل أو هيك عم بيخلوا هالتذكير يصير يعني. بس إجمالا دائما بدنا نحفظ أول شغلة أنه الأفوكا عنا أنواع منسميهم A flowering يعني هول بزهروا، رح هلا إذا بنفرجهم كيف يعني بيكون الأنثى هي بزهر الصبح، هول عادة بيكون اسمهم جربوا يحفظوا معنا الأسامي يعني هون مثل ما بنفرج الـA بتكون الأنثى الصبح وبعد الظهر الذكر، والـB بيكون بالقلب. هلا بالA في عنا رح نفرج صورهم وكل شيء بس نقولهم بالأول هاس ولامب هاس وبينكرتون وريد هول أو ريد بيقولوا له هول الأنواع عيل 100% أصناف، وبعدين عنا الـB اللي هن فويرتي بيكن زوتانو وإيتنجر. هلا تاني شيء كمان رح فرجي تابلو، هذا كتير مهم نفرجيه وان شاء الله تكون المدام اللي كمان عم تحضرنا تجرب تصوره للتابلو رح نفرجيه. شغله كتير مهمه بس رح فسر قبل ما نرجع نفرجي التابلو، مش مشكله عم نشوفه. حسب كل نوع في عنا اي متى بنقطفها للشجره، بس نفسر ليه ونرجع نحكي عنه. يعني اذا انا عندي مثلا افوكا من هذا النوع، الافوكا هو بعكس كثير من النبات، يعني اذا عندك تفاح انت فيك تقطف التفاحه لما تحمر وتستوي وتكلها وفيك تحطها بالبراد وتكلها بعد فتره. نعم. الافوكا مش هيك الفونكسيون تبعه، الافوكا ما بيبلغ على الشجره، يعني على الشجره هي مده ستورج بدك تعتبرها يلي هي بتكون خضرة. مثلا مثلا في عندك انواع نقول مثل الهاس بينقطف من هلا لجون، بهالفتره فيك تقطفه، اذا قطفته باكتوبر لو كان كبير منا منيحه لما تكون بعد ما استوت، واذا قطفتها من بعد ما بقى بتستوي مش بتصير منا منيحه. هول انواع الافوكا اللي بيصيروا محجرين بتحس انه بتتركه عندك ما بيستوي، اي 100% بيعفن بينتزع الفواكه وبرده ما بيستوي. ليه؟ لانه انت بتكون قطفته مش بوقت المضبوط لازم تقطفه عن الشجره. اوكي. وهذا الشيء كثير مهم يلي بدنا نعرفه. هلا رح نفرجي كل وحده بوحدتها بس نرجع نفسر الفكره كيف عم بتصير. يعني افوكا عندها شغلتين بس نفهم انه الافوكا ايه عنده خصوصيته ولازم وقتها واحد يحب يزرع افوكا بشكل يفهم هولي اكيد بده يتعلم هالاشياء يعني مش مثل ما بتزرع حيلا شغله اخرى في واحد بده يعرف صح. اول لنشوف اذا اول فكره وصلت، يعني انا لما بزرع افوكا كبرت هالفواكه مثلا عندي هاس نقول هلا بنشوف ايمتى بينقطف، لازم ينقطف لنقول من فيفريه لجوان. لما ينقطف اذا قطفته انت قبل ما رح يبلغ بحياته، واذا تركته كثير يعني جوان وبعدين بتكون كل شيء جواتها لهيدي الافوكا طار وبطل رح يفيد. يعني مشان هيك لازم اول شيء تقطفه بهيدي الفتره، بس اقول لك شو لما تقطفه بهالفتره ما فيك تاكله، بعدين بدنا نخليه يستوي مش على الشجره، ساعتها بنحط التفاحه او هيك. يعني هيدا اول شيء بدنا نعرفه شو نوع الشجره اللي عندنا. صح. هلا يعني بدنا ننطلق من شو الشجره اللي موجوده عندنا، واذا عم نشتري نسال هالسؤال لانه ابتداء من نوع الشجره رح نعرف اول شيء شو غير انواع الشجر نحط معها، وثاني شيء كيف نحترم اذا بدك التوقيت وال ريزومي بارفي لنا. عظيم. رح اخذ اتصال لك. يعني الو. الو. مرحبا، اهلا، تفضل. يعطيك العافيه. ثانك يو. بدي اسال وحياتك بالنسبه للجنيريك. نعم. عندي شجره جنيريك بتزهر كثير منيح،
بس بتعقد يمكن شي 15 زهره بس. اوكي، بتحط كيماوي مزبوط او لا؟ كيماوي بحط لها سواد، سواد دجاج عم بحط لها، مش كيماوي. اوكي مش مشكلة، رح نجاوبك. مجاوب على السؤال مش عم كامل أبوكا. نعم. أوكي، دائما الشجر هن بيعملوا كتير زهور ليعملوا فواكه. هلا الزهور إذا حست هيدا الشجرة إنه ما في بالأرض المعادن الكافية لكل هالزهور يبلغوا، بتكب كتير منهم وبتعمل أنواع فواكه، بتعمل كمية فواكه أقل، بتركز على كمية أقل لأنه بتعرف إنه هو قادرة تحمله. مزبوط. هلا السواد اللي نحن بنحطه ان كان عضوي ان كان مازه ان كان بقر ان كان دجاج، كل هالسواد بيكون كثير كثير غني بماده الازوت خاصه، يلي هي بتساعد بس انه تعمل هالشجره ورق، ما بتساعد انه ينعمل فواكه. اوكي، فمشان هيك كل شيء الاشجار المثمره اذا الارض كانت منا غنيه بالفوسفور والبوتاسيوم ما بتعطي، ما بتقدر تحمل كثير. الفوسفور يعني والبوتاسيوم السواد الحيواني اجمالا منه غني بهذا الشيء، بيكون غني بالاورجانيك ماتيريالز بالخضار الورق 100% مش للفواكه. صح، فلازم هو هو كثير منيح، يعني النبته كمان لازم تعمل ورق لتقدر تعمل فواكه وتعمل زهور. فما بكفي لوحده السواد، اكيد لازم دائما من بعد يعني بنحط السواد ان كان بتشرين الاول او الثاني او كانون، نرجع بنعيد بمارس مثلا، بس بعدين من تقريبا مارس لا سبتمبر لازم اتليست نحط لكل شجره مثمره شي 4 مرات كيماوي يلي بيكون فيها فوسفور وبوتاسيوم، هول اللي بسمون ال 17 مثلا عشرينات كل هول، وفي حتى اساس خصوصي وهيك، وهول لازم اكيد بكره بنعمل حلقه عنهم كيف بنحطهم حسب عمر الشجره كم جرام لكل شجره وكل هذا الشيء. بس دائما 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 كمان ما بيسوى الكتره، يعني اذا نحن ما بنعمل كثير هذا البلان بس لريت بنعمله، بنفحص التربه لنشوف شو ناقص لنعرف نحط، لانه الزياده مثل الناقص كمان، يعني يمكن هلا ما ضل معنا، يمكن بيقول لي عم بحط كثير كيماوي بس الكتره كمان بتضر اوقات يعني. اوكي، فرح ارجع للافوكا ونرجع نفرجي شو الانواع. هلا رح نشوفهم وحده ورا الثانيه وكيف بنعرفهم. يعني اذا حدا عنده هاس، الهاس هو هيدا النوع، يعني بنعرفه لانه مكتوبين الاشياء بنعرفه، يعني انه هيدا وسط وصغير والسمره شوي بيضاويه وهيك. هلا رح اعمل هاس ولام هاس، نرجع بناخذ اتصال. فهون عم نشوف كيف هيدا شتت الهاس، بتطلع الاقطاف من شباط الحزيران، هيدا شغله كثير مهمه نعرفها. بينما اللام هاس هو كمان بتطلع على الموسم الاقطاف، مكتوب كمان 3 أشهر من بعد، يعني اذا انت عندك لام هاس وقطفتهم هلا بتكون ما رح بحياتها تبلغ، اوقات بنفكرها بالغه وشكلها حلو وكل شيء بس ما بتبلغ. هلا كيف بنعرفهم عن بعدهم؟ هون حطيت الشتلتين وهون مبينين اكثر. اللام هاس شكلها شوي مبلطحه من فوق ومن تحت، الهاس هيدا شكلها. فهون كثير مهم نعرف هذا الشيء. الهاس هي الافوكا اللي هلا بين يلي بنص الشاشه لام هاس، ما عندنا اياها بلبنان. بالنص هي اللي ما عندنا اياها، انا حطيتها هيك يعني. أوكي، الصوره هيك كانت، بس اللام هاس هو على الشمال واليمين هو الهاس. فهول انواع افوكا اثنيناتهم اي على فكره، لانه بتذكر قبل حكينا عن اي، يعني هول ما فيهم يذكروا بعضهم مثل ما بيقولوا، بدك تعكس غير نوع شجره مع كل وحده. بس الاهم الاهم نركز اي متى لازم نقطف هاي، متى لازم نقطف هاي. يعني هيدا مثلا يمكن المدام اذا عم تطلع على الفواكه هون ساعتها هيدا لازم تعرف تقطفها. بتعرف بتشوف ببعض الجنينات او بعض الاندستريال اجريكلتشر بيتركوا اسامي الشجره قدام كل شجره. صح، أكيد. يعني اجمالا لما تشتري بالمشتل بيكون في ورقه صغيره، ولكن في ناس بيحطوا اشاره. صح، هيدا كثير مهم تنعرف الشجره، تنعرف اي متى نقطفها مثل ما حكينا، لانه نحن ممكن ننسى بعدين. أكيد. حدا ساعدنا لنهتم بجنينه لازم يعرف، خاصه اذا عندك كثير افوكا من كثير انواع. كيف تعرف هي متى بتقطفها؟ متى بتقطفها؟ اوكي، في اتصال عن الافوكا حناخذه. الو، اهلا تفضلي. بس بليز، انا عندي بذره افوكا ومشرشه، بس بدي اعرف امتى فيني ازرعها. اوكي، زرعتيها يعني بالمي وشلشت مثل ما بيعملوا دائما؟ بالمي وشرشت. أوكي. بس قالوا لي انه هلا ما بيسوى اني ازرعها. لا هلا مش قصه هيك، هلا فيك تزرعيها ببيتك ببو، يعني تاخذيها اذا عملت شلوش كفايه تاخذيها وتحطيها ببو وتبلش تكبر شوي. بس الافوكا بلبنان ما بنحبز ولا مره ننقله على الارض قبل شهر مارس، يعني دائما بالشتاء ما بيسوى، على عكس يعني في امثال لبنانيه بتقول انه دائما بنحط الشتل هلا، يعني وقت يكون في شتاء، وبقولوا نسبه كانون الاول احسن من نسبه عم نول، وعاده الاشخاص هيك بيعملوا، يعني وين ما كان بالجبال وعلى الساحل بنزرع قبل الشتاء معروفه وهيك، واكيد الارض ما تكون وحل. الافوكا كمان اكسبشن، يعني ولا مره ننقل افوكا على الارض غير ما يكون تقريبا صار في شوي الحراره عاليه، يعني شهر ادار، شهر ادار بيكون كثير نحلة. طيب مارك، اذا في نوع A ونوع B، اوكي، الفواكه بيطلع على امه او يعني هيدا كيف تعرف على دائما على الفواكه دائما بده يطلع على هي، ما هو الافوكا كمان في روت ستوك وفي زهور من فوق، بيطلع على الانثى شو كانت على الشجره، يعني لما نقول هاس هي الانثى هاس تبعه.
اوكي. فدائما هيك لانه بس الانثى هي اللي بتحمل. تعرف شو هي اذا يعني اذا شلشت يعني لما تكون هاس اذا قايلين هاس هن زهوره اثنيناتهم هاس. طيب المدام اللي اتصلت هلا رح اخذت هالعجوه و هلا هون مدام عندها مشكل كبير. كيف بدها تعرف شو رح لك ليه؟ لانه نحن هون عم نحكي على شغله يعني نحن عدد كمان ما بنحبزها يعني الافوكا كمان مقسومه شغلتين يعني عندك ما بكفي تعرف شو النوع من فوق بدك تعرف شو النوع من تحت لانه بلبنان نحن عندنا هلا انا بعد ما كملته بعد عندي 8 انواع فرجيهم بس عندك الثمان انواع بلبنان بنبيعها من فوق يلي هي الزهره والشيب بس عندك ثلاث انواع بنبيعها للروت ستوك يلي هو الطعم والمطعوم يعني شو من تحت فهلا هي ما عندها مشكل ليه لانه اذا زرعتها مهم نعرف اي نوع تنعرف اذا مقاومه للمرض او للسقعه او لوين بس لما يصير عمرها سنتين وثلاثه واربعه وخمسه يمكن تتصل فينا المدام وتقول لنا ما عطيت بحياتها ليه لان زرعتها من بذره والبذر بس بيطول كثير ليعطي افوكا ساعتها بدها تطعمها على النوع اللي بدها اياه من هولي مارك يعني بفهم كمان بمكان ما انه زرعوا اللي بدكم اياه بس اتركوا الافوكا للناس بتعرف بالافوكا يعني لا يعني مش كل الافوكا متخصص او جيبه بس مش بسهوله مثلا تفاح لا او لا لا, لا, لا هي الفكره انه اذا بدنا نبيخها يعني جيبوا نوعين مش نوع واحد وايدوا على كل وحده متى تقطفوها خلصت بس اذا ما بتعملوا هيك رح تنقوا دائما اوكي هي. ما بدنا نق. يلا اتصال الو اهلا تفضل سوري انا وصلت على اخر بدي اسال الاستاذ الموجود هيئته خبير جدا 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 شجره افوكا نعم انا اشتريت بيت في حد مني شجره افوكا قمت انا هيك انه عم بعمل زكي جبت واحد شحل لي اياها منيح بقى شحلها كانت عم تعطي وبشكل كثافه وقت ثاني سنه اعطتني قلل وثالث سنه عم تعطي قلل بطلت عم تعطي شيء في حين انه حد مني في شجرتين افوكا عم يعطوا اسم الله مثل التراب بقى ما بعرف شو لازم اعمل هي واحد اثنين ما بعرف الاستاذ اللي عم يحكي اذا فينا نتعرف عليه او ناخذ عنوانه لانه كمان عندي شقفة ارض يعني بمحاذاه المبنى يعني بعرض شي 4 امتار بطول 30 متر شو ممكن نصبها بموقع مثل رونفام غير تجعيد أوكي. شو فيه أوكي. أوكي. من هالهولة واثنين أوكي. خلينا نجاوب على اول خليني هين عليك دكتور مارك بيروتي اخصائي وفيك بتاثر على هالاشجار المثمره اوكي صاروا كثير اسئله صار كثير اسئله بس فيك تتصل اكيد بمارك بيروتي او اترك لنا رقمه هلا على الهواء رقمك او تتصل فيه عبر فيسبوك بيج اذا بتحب اهين شيء لتتواصل معه لانه هو اكيد خبير بهالمجال رح جاوب على اول سؤال ايه؟ الافوكا هو من النباتات اللي ما بحبوا يتشحلوا خاصه باول 4 سنين من عمرهم اوكي اوكي هلا تشحلت تشحلت قد بتعطيها وقت ل هلا هي من بعد التشحيل بده هون كمان الافوكا كمان في كثير من الاشخاص بفكروا انه كيف ما كان هلا معنا وقت نفرج كمان بنرجع بنكمل لانه بدنا نبقى نكمل الاسئله الافوكا هي من الشتل يلي بده دائما دائما بانتظام كيماوي وفي بروتوكول معين شو تحطه اي مطرح تتقدر تعطي فلما شحلها شال كثير من الاوراق الاوراق اللي كانوا عم بيساعدوا انه يدل في معادن وتضل هي ماشي الحال واخر لها كل السيكل يعني لانه هلا هي بدها ترجع تتعامل ورق ترجع تنطر وقت يقطع ليرجع بده يرجع ينطر سنتين اوقات من بعد التشحيل اذا ما حط كيماوي مزبوط كمان يمكن بينطر اكثر فكمان بدها كيماوي يعني كهالشجره بالمبدا ما انبسطت ورح تضل فتره مش مبسوطه ما تستعيد يعني الافوكا بنعمل اللي بنسميه بس تشحيل شيبينج مش تشحيل سيفير وهيك بس خلص وقتنا ولكن كان سال سؤال مهم هل شجره الصنوبر بتاثر على أشجار مثمرة؟ الشجر الصنوبر بيأثر على كل شيء تاني لأنه بيعلي كتير الأسيديتي بالتربة وفي كتير كمان شجر ما بحبه الأسيديتي بس نحن اليوم ما كنا كتير فير للمدام اللي اتصلت لأنه فرجينا نوعين مارك موضوع الأفوكا موضوع بوجع الرأس يعني فالثبت لازم نكمل أفوكا أنا برأيي عدوا عدوا لوحدكم برات الهواء على هالموضوع لأنه نحن كل شيء تعلمنا أنه نعرف شو هو نوع الأفوكا ومن هون بالرأي نشتغل نشتغل ثبت منكمل مدام شو بدنا نعمل ثانك يو فيري ماتش رح نتقلها وصلنا MTV.